أنا في مأزق كبير. تالي، ما المشكلة؟ لقد ارتكبت خطأ كبيرا يا عمي تومي. صحيح. لقد أخبرت الجميع بأنك مدير الحلبة في السيرك. مدير حلبة؟ أنا مدير حلبة؟ لما فعلت هذا؟ جميعهم كانوا يتكلمون عن السيرك، فشعرت بأني مستبعد وأردت أن أشعر بالأهمية، ولا أعرف كيف لم تتوقف الكلمات عن التدفق من فمي، ولم أستطع أن أتوقف. أريد محو الكذبة التي أطلقتها. أنا اخترعتها دون قصد، تخيلتها. لو عدت بالزمن صدقني لن أتلفظ بها. أريد محوها، محوها. لما فعلت هذا؟ لماذا أطلقت كذبة؟ حملها ثقيل وأنت تظنها لعبة، لكن هناك حل اعتمده كي ترتاح. لن تعود بالزمن لكن أعدك بالنجاح. ماذا لو قالوا إني محتال؟ أخبرهم بالحقيقة في الحال. لا عمي تومي لا. إلى الأمام، فهم ينتظرون. لا لا أرجوك، لا أستطيع. أريد محو الكذبة والرجوع عن كلامي. أريد محو الكذبة والتخفيف من ألامي. لو عدت بالزمن فلن أكررها. أريد محوها، محوها. آسف تيلي. أريد محوها، محوها. هذا غير معقول. صدقني أنا أريد محوها. أرجوك تيلي، اسمع، إنهم أصدقاؤك صحيح؟ نعم. سيتفهمون إذن. أنا أفضل أن تقذف بي من المدفع.